السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء. هل تعتبر القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة التونسية بإيقاف الطيران أو تحويل مساره وإغلاق المعبر الحدودي رأس جدير الرابط بينها وبين ليبيا قرارات صائبة وفاعلة تصب في مصلحة الشعبين؟ لماذا تتخذ الحكومة التونسية كل الإجراءات الأمنية المتشددة بحجة القضاء على الإرهاب ضد ليبيا ولا تتخذها مع باقي الدول المجاورة الأقرب إلى جبل الشعنبي منها إلى ليبيا؟ ولماذا أيضا تسعى الكثير من وسائل الإعلام التونسية بما فيها القنوات الفضائية إلى خلق مغالطات خطيرة بشأن الوضع أو الوضع الليبي وتأجيج الرأي العام التونسي، ومن يقف وراء خلق الفوضى الإعلامية في تونس، ومن يؤجج لإفساد العلاقات الليبية التونسية مع خارج البلاد، وهل تحتاج تونس إلى دعم خارجي وتبادل استعلاماتي مع أمريكا بخصوص ملف الإرهاب؟ حول العلاقات الليبية التونسية يسعدني أن أستضيف داخل الاستوديو كل من الأستاذ ماهر زيد وهو صحفي تونسي، مرحبا أستاذ ماهر، وأيضا نرحب بالسيد عصام الزبير وهو صحفي ليبي، مرحبا أستاذ عصام. وعلى الهاتف سيكون معي الأستاذ يسري الدالي وهو خبير أمني ومدير عام سابق بوزارة الداخلية التونسية، وسينضم إلينا أيضا عبر سكايب الأستاذ راشد الخياري مدير موقع صدى الإخباري، مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. وقبل أن نبدأ في التفاصيل ونشرع في الحوار نذهب إلى هذا التقرير، من بعده نواصل فتابعونا. إيقاف الرحلات الجوية إلى ليبيا أو تحويلها وإغلاق المعبر الحدودي رأس جدير لدواع أمنية احترازية من قبل السلطات التونسية بعد كل عملية إرهابية تستهدف ترابها بأيدي أبنائها. نعم يا طواغيت، نحن من اغتلنا شكري بالعيد والإبراهيمي، وبإذن الله سوف نعود، وبإذن الله نرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. بيان تبني عملية متحف باردو في تونس الإسلام. يا طواغيت جايكم صدقني ريت باب الديرة تفهاك. والله ستصل المفخخات من برج الخضرة إلى بنزرت. المتضرر الوحيد الدائم منه يتمثل في كلا الشعبين الليبي والتونسي، ويبقى المتهم الوحيد في استهداف المناطق التونسية المشار إليها بإصبع الاتهام هو الشعب الليبي. صراع داخلي تونسي تلعب فيه وسائل الإعلام التونسية المرئية والمسموعة وحتى المقروءة دورا خطيرا في تأجيجه وتحشيد الرأي العام وتأليبه ضد الشعب الليبي لضرب العلاقات التونسية الليبية وحتى العربية وإبقاء التوترات والتجاذبات ونار الفتنة حية مشتعلة باستمرار. الإرهاب اليوم إذا كان اتخذ له موقع مهم في ليبيا سيكون مضر للجيران الأقربين والجيران الأبعدين. اتهامات جدية بحسب بعض الشخصيات العربية المهمة وحتى التونسية للدور الخفي الذي تلعبه دويلة الإمارات في تونس كغيرها من المناطق العربية، حيث أفادت بعض الجهات بأن دولة الإمارات كانت قد ضخت ملايين الدولارات لشراء تأييد بعض القنوات التونسية، وأنها قد قدمت أموالا لرجال أعمال نافذين ليؤدوا أدوارا سياسية من خلال ملكية بعض وسائل الأعلام في تونس، في حين ترتفع بعض الأصوات من التونسية مدافعة عن حقيقة المواقف التونسية وضرورة توخي الحذر في التعامل مع الإعلام الرخيص. بخلك أن مازال أعوان من وظفهم يحكمون فيما يسميه الشعب التونسي وليس تسمية إعلام العار الوطني الحكومي والخاص بطبيعة الحال، مذكرين بأهمية وقوة أواصر الصداقة التي لطالما جمعت بين الشعبين. لأنه ماهوش ممكن أبدا يحصل بين الليبيين والتوانسة شيء، احنا أكثر من شعب واحد، احنا التوانسة نعرفوا أن الخير جانا من جهتكم يا أخي، الفتح الإسلامي ما تخلش على جهتكم أنتم،
والفتح متاع عام 27 والفتح مع 42 وعقبة المنافع عام 50 وبعثة الفقهاء العشرة عام 99 كلها جاتنا من جهتكم. المذهب المالكي اللي احنا نعتز به وانتم تعتزوا به جابهولنا ولدكم علي بن زياد. انتم اعز واشرف واكرم من كونكم تتلقاوا راي من غيركم. انتم تعلموا في التاريخ، علمتوا البشر وعلمتوا الناس يا رجال. ما تستهينوش بليبيا على خاطر 40 سنة تعدات عليها عطلت طاقاتها. تبقى الأمال العريضة للشعبين متعلقة بوثيقة إعلان مبادئ الاتفاق الوطني لحل الأزمة الليبية السياسية بعد الاجتماع الذي ضم طرفي النزاع الليبي في مدينة تونس، والذي يبشر بانفراج أزمة لطالما استغلت لتحقيق أجندات خارجية وشرعنة التدخلات الأجنبية وتأجيج الصراع وتبرير الاتهامات بحجة الإرهاب. بلقاء شيخنا الشيخ راشد الغنوشي اليوم وزيارتي له لنستقي منه الخبرة والتجربة فيما تعنيه قضية الخلافات والصراعات ثم التوافق بعدها. مشاهدينا الأعزاء مرحبا بكم مجددا، نبدأ هذا الحوار مع الصحفي التونسي السيد ماهر زيد. ابتداء مرحبا بك في بلدك الثاني ليبيا سيد ماهر. شكرا. سيد ماهر، ابتداء أنت كصحفي تونسي وأيضا مراقب إلى الواقع لربما التونسي والليبي، كيف تقرأ وترى العلاقات الليبية التونسية في ظل الإجراءات الأمنية المتشددة لربما من الجانب التونسي في الوقت الحالي؟ كيف ترى العلاقات عموما؟ بارك الله فيك. العلاقات الآن هي علاقات في وضع نشاز، في وضع استثنائي. نعم. في وضع لا يجب أن تكون عليه العلاقات هكذا. صحيح أنه بلادنا تونس أو الجزء من وطننا الكبير المسمى تونس يعني تمر بظروف استثنائية قاسية جدا. البلاد تعيش في حالة حرب ضد الإرهاب. بطبيعة الحال نحن متعاطفون ونحن مجندون كلنا في المجتمع، ويعني في المجتمع المدني بصفة عامة، وندعم مجهود الدولة من أجل الحرب على هذه الآفة الفتاكة، ولكن تفهمنا لمواقف الدولة هو تفهم يعني نسبي. لا نستطيع أن نوافق الحكومة في الحالية في كل ما تذهب إليه من إجراءات زجرية وردعية تدوس على حقوق الإنسان ومحاربة يعني حتى القوانين التي سنت بعد الثورة نفسها يتم الدوس عليها بتعلة هذه الآفة. نعم. والآن تنتقل العدوى إلى الدوس على العلاقات. نعم. الطيبة والعريقة مع الشعب الليبي. طيب، لعل تونس تمر الآن بتجربة ديمقراطية، وكما أسلفت من حق يعني المواطن أو من حق الإعلامي وغير ذلك الاحتجاج على الإجراءات الخاطئة. هنا في هذه الإجراءات وخصوصا الأمنية نبدأ بها حوارنا، لربما رأينا إغلاق للمعبر الحدود راس جدير، تارة هناك إغلاق للمجال الجوي، وتارة أخرى نرى المجال الجوي يتحول إلى مكان آخر. مثل هذه الإجراءات تصفها الحكومة التونسية بالذكية، هل توافق هذا الوصف؟ موقفي الشخصي يعني لا أوافق الوصف، وأعتقد أن الوقت سيثبت أن هذه الإجراءات ليست بتلك الفاعلية. نتمنى أن تؤتي أكلها، ولكن أيضا ليس على حساب حسن علاقة الجوار الامتداد بين الشعبين، وكذلك الفائدة الاقتصادية على الشعبين من خلال الوضع الطبيعي عندما تكون الحدود مفتوحة. نتمنى أن هذه الإجراءات يعني تكون يعني محدودة في الزمن، أن لا تطول أكثر من هكذا، أن لا تؤتي أكلها، قصدي تؤتي أكلها من باب أنه يعني يتم التراجع عنها في أقرب وقت حتى. نعم. تعود الأمور لما كانت عليه. طيب، هناك إجراءات أمنية نريد أن نتكلم عليها، ولكن أقف عند هذه النقطة، إغلاق الحدود البرية وأيضا تحويل الحدود الجوية، وأنتقل هنا إلى السيد عصام الزبير أيضا كصحفي ليبي. سيد عصام، عندما تصف الحكومة التونسية بأن مثل هذه الإجراءات احترازية وأيضا ذكية لتجنب الخطر القادم من ليبيا، الكل يعلم بأن ليبيا تمر بفوضى، هل توافق أيضا مثل هذا الوصف بأن هذه الإجراءات والاحترازات ذكية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.
حقيقة أن لا أرى أن هذا الموقف هو موقف جيد. أعتقد أن الإرهاب حتى عندما بدأت القاعدة في المغرب العربي كانت في الحدود المرتبطة بين الجزائر وتونس، وأعتقد أن هذه الحركات تنشط في ذلك الاتجاه، ولكن لا يتم الحديث عنها حتى ما يحدث في جبل الشعابيني بهذه الصورة، لأن الجزائر دولة قوية ويخشون قوة الجزائر، لذلك تدفع بعض الدول وبالذات الخليجية للمسار الليبي حتى أن يتم تحميل ليبيا بكل هذه الاتهامات لسبب واحد، من أجل إبراز أن ليبيا بها الفوضى وبها عدم الأمن وعدم الاستقرار. لو رجعنا للوضع الحقيقي للأمر، تونس تمتلك جيش، تمتلك حكومة، تمتلك أجهزة أمنية، كان يفترض لها أن تعمل على إقامة سور حصين لحدودها حتى لا تتسرب الجماعات الإرهابية التي هي من تونس حقيقة تأتي إلى ليبيا، والتي قادت أكثر العمليات التي هي موجودة في ليبيا من بوابات في مدينة مصراتة وفي كورنتيا. وهذا الأمر هو الذي تضرر منه الليبيون، ليس تضرر منه التوانسة بدرجة كبيرة. من المتضرر وهذه التفاصيل؟ وأنت ذكرت لعل الجانب التونسي يجب أن يتخذ يعني صور حصين كما قلت، هل يوافقك الجانب الأمني في طرحك هذا؟ معي الآن السيد الخبير وهو يسري الدالي، خبير في الشأن الأمني ومدير عام سابق بوزارة الداخلية. مرحبا سيد يسري. سيد يسري مرحبا بك. ابتداء سمعنا من سماعة الهاتف وأخذ في التلفاز. سيد يسري، الإجراءات الاحترازية الأمنية من الجانب التونسي حيال الجارة الليبية، هل ترى مثل هذه الإجراءات سليمة؟ أنا لا أصغي إلى سؤالك، هناك تشويش، هناك طيب سنعود. طيب الآن تستمع علي الآن. طيب جيد. تكلمنا عن الاحترازات الأمنية والإجراءات القائمة حاليا التي تتخذها الحكومة التونسية بصفتكم كخبير أمني، هل ترى سيد يسري هذه الإجراءات والاحترازات سليمة وفي موضعها السليم أو لا؟ أنا كنت قد عبرت عند غلق الحدود ليلة الاعتداء الغاشم على أعوان أمن رئيس دولة وشخصيات رسمية، قلت على إخواننا في ليبيا، وأنا مع احترام الوضع في ليبيا ومع عدم التدخل، لكن للأسف قلت أنه ممكن هي احتياطات لا يمكن وصفها بسليمة أو غير سليمة، لا يمكن التعاطي معها بسليمة أو غير سليمة، لكن يجب أن يعذرنا إخوتنا في ليبيا على هذا الإجراء. ممكن هو طول شوية، يعني كان المفروض أنه 3-4 أيام فقط، مش 15 يوم أو أكثر، وهو اليوم فقط، معناها الليلة ستعود يعني الحدود بين تونس وليبيا كالعادة، لكن أكيد أنه الإجراء من ناحية هو إجراء ضروري، لكن ممكن أنه الخطأ هوني أنه طول شوية، فعوضا أن يكون 3 أو 4 أيام كان طويلا لمدة أطول. طيب بما أنك تكلمت سيد الدالي على الإجراء بأنه طويل، هنا نرى نتاج هذا الإجراء، نرى الآن احتقان واضح في الجنوب التونسي الذي تضرر من وراء هذا الإجراء، وأيضا ربما حتى الجانب الليبي متضرر من هذا الإجراء. هل الآن يعني بوجهة نظرك يعني العائد على هذه الإجراءات الأمنية هو الضرر الفعلي، يعني اعذرني، على الشعب الليبي والتونسي، أو هناك نتائج أخرى إيجابية؟ هو الأكيد أنه يجب أن نفهم الطرفين، وأنا قلتها وأعيدها وأكررها، نحن لنا نفس العمق الاستراتيجي الأمني، ولنا نفس المخاوف، ولنا نفس المنظومة التي يجب أن نكون عليها حتى نتقي شر الإرهاب وشر دولة تنظيم دولة الشر. طيب أمامي الآن بيان تهديدي من قبل سكان منطقة بن قردان حال استمرار إغلاق المعبر، هل تعتقد بأن اليوم يعود المعبر
الى سابق الى شو الى اشغاله. يعني اليوم يفتح المعبر على فكره، الليله فاصله بين اليوم الاربعاء وغدا الخميس سيعود المعبر الى الاشتغال، واكيد انه لا يمكن غلق المعبر حتى في سيدي الكريم بأسباب ضروريه. سيدي الكريم، هناك تساؤلات من المحتجين في بن قردان وايضا المحتجين من الجانب الليبي من ابناء الشعب الليبي، يقولون لك هناك الان خطر واضح وهو جبال الشعانبي القريبه من الحدود الجزائريه، ولم نرى هذه الاحترازات ان صح التعبير في الحدود الجزائريه، لماذا فقط دائما الحدود الليبيه تاتي قبلها يعني الاحترازات والاجراءات الامنيه بينما تهمل الحدود الجزائريه التي لربما يتدفق منها ما يسمى بالارهابيين؟ والله هو سؤال معقول، وانا كذلك اطرح نفس السؤال وطرحه سابقا حتى في يعني حوارات صحفيه، و هو لا يمكن خلق الاثنين، لكن على الاقل من هنا فصاعدا على الحكومه التونسيه ان لا تغلق المعبر مع ليبيا، لانه هو معبر حيوي، لانه هو بلد واحد بالفعل، لانه هناك بالفعل يعني مصالح شخصيه ومصالح معناها قبلية ومصالح اقتصادية بين سوف نتكلم عن هذه المصالح. السيد الدالي ابقى معي، أتوقف عند هذه النقطة بل أحولها إلى السيد زيد. هنا نفس التساؤلات سواء من الجانب الليبي الذي تضرر فعلا من هذا الإغلاق، والمتضرر الأكبر يعني الجنوب التونسي الذي ربما يقتات من وراء هذه الحدود، تحويل الحدود الجوية، إغلاق الحدود البرية. التساؤلات من قبل المتضررين يقول لك لماذا الشعانبي يغض يعني النظر على هذا الجانب ولا تغلق الحدود الجزائرية بينما دائما يسلط الضوء على الحدود الليبية، برأيك لماذا؟ يعني سؤال وجيه، وكما قال يعني صديقي يسري الدالي سؤال في محله، ولكن يعني لابد أيضا أن نقيم اعتبار التوازنات الدولية في المنطقة. يعني الحكومة الحالية في تونس تتعذر بأنه ليبيا بلد شاسع والحكومة ضعيفة وغير قادرة أن تضبط حدودها وهي حلقة الوصل الأضعف ربما في المنطقة، فمن السهل تحميل حكومتها مسؤولية ربما التهاون أو التقصير أو الضعف والعجز، في حين أن الجارة الأخرى على الضفة الغربية هي من الدول العظمى في المنطقة، أقل توتر مع هذه الدولة ربما قد تجر عنه أزمات كبيرة ليس لتونس الأخت الصغرى والشقيقة الصغرى في المنطقة أن تتحمل تبعاتها، فمن هذا الباب ربما الحكومة في تونس ترمي الكرة في الملعب الليبي. في تقديري الشخصي هذا أمر غير معقول، هذا موقف شخصي أتصوره غير معقول، من المفروض معالجة الظاهرة بكل شجاعة والانطلاق في كل الاتجاهات أينما كان هناك إرهاب ومعسكرات لتدريبه أو شبهة تمويله أو المساعدة أو تغاضي غض الطرف عنه، من الواجب الاتجاه بذلك للهدف مباشرة وليس اتجاه يعني نحو الحلقة الأضعف. طيب أنتقل للسيد عصام الزبير. سيد عصام، لما الاحتجاج بما أن يعني لربما التساؤلات التي طرحناها سابقا الشعانبي وما يحدث في الشعانبي والحدود الجزائرية، كما يقول لك بأن الجزائر لديها يعني قوة سواء جيش وشرطة وتوجد بها دولة فعليا بينما ليبيا تمر بتوتر، فهنا تأتي عملية الإغلاق، هل توافق هذه الرؤية؟ أوافقها. لماذا؟ حقيقة أن يفترض أن تكون الحدود مع ليبيا هي التي أكثر اهتماما وأكثر حرصا، لأن إذا كانت لديك مكان فيه فوضى فيجب عليك أن تتحصن منه، ولكن أنت تحتج على تسرب السلاح من ليبيا ولا تحتج ولا تلقي بالا لتسرب الإرهابيين الذين يخرجون منك وينضمون إلى الكيانات التي هي إرهابية حقيقة مثل الدواعش. الكل يعلم أن تسرب التوانسة والذهاب إلى سوريا حتى من المصادر الأمريكية يعتبرون أكثر عددا، وبذلك عندما تغلق الحدود لن تفيد هذه الأمور، لأن هؤلاء لا يستخدمون المنافذ، ونحن نعلم حتى ما سمعناه المدة الماضية
في هذه الأيام التي أغلق فيها أن وعرضته أحد القنوات التونسية أن مهربين الوقود إلى الآن ما زالوا يهربون ويسلكون المسالك. اعذرني، هل تريد أن تقول بأن هناك مستفيدين في التوتر بين البلدين أو إيجاد توتر فعلي بين البلدين؟ هناك أطراف مستفيدة من وراء إغلاق الحدود، من وراء التصعيد الأمني. هو حقيقة أن أولا لابد أن نضع أمامنا مشكلة أساسية في الحكومة التونسية، أنها تريد ترحيل مشاكلها إلى ليبيا، ولذلك من قام بهذه العمليات ليسوا ليبيين، هم قاموا بها التوانسة، ولذلك هي تتحمل أبناء بلادهم الذي قام، بل نحن نعاني منهم حقيقة. كذلك المشكلة الأساسية أن تونس تريد أن تقول بأن تضحي بمصالحها مع ليبيا في سبيل تحقيق أجندات وأهداف خارجية عن ليبيا وتونس. هذه الدول هي تحاول تدمير العلاقات بدليل أنها تحاول لا نريد أن نتشعب كثيرا فقط على قضية ترحيل المشاكل. أريد أن أنتقل بهذا السؤال إلى السيد الدالي. سيد الدالي، هناك من يقول أو يصف الإجراءات التونسية أو الإجراءات للحكومة التونسية هو عبارة فقط عن ترحيل مشاكل إلى الجانب الليبي. الحكومة التونسية فشلت في إيجاد الأمن، في إرساء الاستقرار، لم تتمكن من إيجاد استقرار فعلي في البلاد، فرحلت هذه المشاكل إلى ليبيا لغض الطرف والنظر على فشل الحكومة. هل توافق هذه الرؤية؟ لا، أنا والله العظيم رغم أنني أعتبر الآن من المعارضة لكنني لا أوافق صديقنا على أنه أساس هو ترحيل. لماذا؟ هي بالفعل معلومات، هي سمحني، هو التخوفات الأمني الآن هي من تواجد تنظيم دولة الشر في سرت، وهذه مخاوف يجب أن تكون مخاوفنا نحن الاثنين في ليبيا وفي تونس، وكافة الأطراف في ليبيا وكافة الأطراف في تونس، كافة الأطراف المتخالفة في تونس وفي ليبيا. بالفعل يجب أن تكون هناك احتياطات كبيرة وكبيرة وكبيرة جدا من هذا التنظيم في مدينة سرت. فعملية الإغلاق هو ليست عملية ترحيل، هي عملية خوف أكيد، هي عملية تثبت أكيد، لأنه هناك معلومات يعني وجدت كونه حتى الشخص الذي فجر نفسه أنه جاءت مكالمات معناها من 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 تنظيم الدولة في ليبيا. فأنا طيب سيد الدالي، هنا عندي تعليق. نعم، وصل أنا أنا أعرف أنه وزير الخارجية الحالي سيد طيب بكوش يعني لا معناها دوره غير معناها خاصة موقفه من 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 علاقتنا من ليبيا. نعم. أنا لا أوافقه في ذلك. طيب سيد الدالي، سيد الدالي سوف أترك لك البراح. هناك صحيح مجموعة من التعليقات، سواء بأن من قاموا بعمليات التفجير الإرهابية خططوا في ليبيا كما قالت الحكومة التونسية، أو هناك اتصال رصد من الجانب الليبي، وكل ذلك يحتاج إلى إثباتات وأدلة وبراهين. ولكن سؤالي ليس هنا، لماذا الحكومة التونسية لا تتخذ إجراءات عوضا على الإجراءات الأمنية المتشددة بإغلاق الحدود، بتغيير مسار الطيران الذي انضر منه الشعب التونسي ابتداء قبل الليبي؟ أنا معك، أنا قلت لك أنا موقفي واضح كخبير أمني، نقول الإغلاق كان ضروريا لكن ليس لفترة طويلة. يعني إجابة أخرى ما نجمش نقول لك علاش الفرق بين تونس وبين الجزائر. الجزائر هناك تعاون على مستوى الأمن، الجزائر تبقى يعني حدودها أكثر أمان من الحدود الليبية، الجزائر تبقى عندها أمن قوي عكس اخواننا في ليبيا. هذا يجب ان نتفهمه. نحن نحاول، انا كخبير امني يعني احاول. نعم. ان نجد حلولا بيننا، ان نجد قنوات تواصل. نعم. ان نجد امن مشترك بيناتنا، مش لا يجب ان نبحث في الخلافات، يجب ان نبحث فيما يمكن ان نستطيعه معا
من اجل يعني حمايه حدودنا ومن اجل العمق الاستراتيجي. اذا تقول البحث على القواسم المشتركه في ايجاد الامن والاستقرار. شكرا للسيد الخبير السيد الدالي، كان معنا عبر الهاتف من تونس. اعود الى السيد زيد. الان اريد ان انتقل الى محور اخر، لربما الجانب الامني المتوتر سوف يطول به الكلام والجدال، هذا لن يتوقف، ولكن الى الجانب الإعلامي التونسي في تناول وتعاطي مثل هذه الأحداث. أمامي تصريح للهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري، دعت كل الإعلاميين في تونس إلى التحلي بالمهنية والحيادية والتقيد بأخلاق المهنة. حسب تصورك، هل هناك انفلات إعلامي وانفلات في الخطاب في الجانب التونسي؟ بلا شك، يعني أول أمس أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرا مفصلا في خصوص التجاوزات التي رصدتها، تجاوزات التي قامت بها مجموعة من وسائل الإعلام في أسبوع واحد في خصوص تغطيتها للعمليات الإرهابية أو لأداء الأجهزة الأمنية ضد الإرهابيين. في أسبوع واحد تقريبا تم رصد 89 تجاوز مهني، 89 نعم تجاوز مهني، تخيل 89 تجاوز المعايير. طيب هذا رقم كبير، ولطالما نعم صحيح. لربما يعرف الجميع تونس تصدرت المشهد إعلاميا، بل القنوات العربية العالمية قيامها أو قوام هذه القنوات من التوانسة. لماذا الآن نرى تجاوزات إعلامية، نرى الخروج على المهنية الإعلامية إن صح التعبير من الجانب التونسي؟ نعم، كما تعلم الإعلام الحر في بلادنا هو ناشئ وهو في طور التشكل، ولم يستقل تماما او لم يستقل بعد او لم يبدا اطوار الاستقلال عن يعني الجهات الماليه المانحه التي تفرض شروطها وتعين المقدمين والمحررين والاطار يعني من الذين تختارهم ويعملون لاجنداتها. كذلك الاطراف السياسيه الكبيره الفاعله عادة ما تجدها تقف وراء إدارة عدد من وسائل الإعلام المختلفة، فبالتالي وسائل الإعلام هذه تنقل سياسات الجهات المانحة سياسية كانت أو مالية. لذلك تجد عادة موقف الحكومة إذا وجدناه متشدد مثلا مثل في هذه الحالة وفيه جنوح نحو 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 التشدد، تجده ينعكس يعني على نفس وسائل الإعلام نعم. التي تدعمها. طيب الإعلام التونسي أيضا للإعلام الليبي دور. أنتقل بهذا السؤال إلى السيد الزبير. صحيح هناك تقارير تونسية داخلية وأيضا دولية تتكلم عن الإعلام التونسي والخروج عن المهنية، ولكن أيضا الجانب الليبي يتهم بتأجيج الصراعات وغير ذلك. سواء الإعلام الليبي التونسي، هل يفتحان الباب للطامعين في كلا البلدين برأيك؟ هو أولا حقيقة إذا كان الإعلام واقعي والإعلام صادق وشفاف لن نصل لهذه المشاكل، ولكن انحياز وانجذاب هذا الإعلام نحو تيارات سياسية ومدفوع من بعض الدول العربية وبخاصة الإمارات العربية خذها بصراحة، التي استغلت الآن الموقف سواء في ليبيا أو في مصر وتصدرها للمشهد الإعلامي وقيادتها لبعض القنوات، هو الذي أثر في العلاقات. أنا أريد كنت أريد من الخبير الأمني، إذا كانت الحدود تقفل في العالم كله، تقفل الحدود إذا حدثت المشاكل، ولكن لا تقفل أمام الحالات الطبية والحالات المستعجلة والحالات الإنسانية، لا تقفل أمامها الحدود، لأن هذه حاجات تحتاج إلى وضع إنساني، فكيف تقفل أنت أمام الوضع الإنساني؟ هذا أمر خطير جدا حقيقة، وأنا أستغرب في تونس أنها تقوم بذلك، لأن هذه ستسبب تداعيات. عندما تستقر ليبيا أنا أعتقد وعندي ززم بذلك أن ستتغير الأمور، وستكون بعد ذلك وبالا هذه العلاقات على بعض الناس الذين الآن تعمل على هذا الشكل. صحيح أن ليبيا الآن موضوعة في مكان في حجر زاوية، ولكن هم يعلمون جيدا أن ليبيا محتاجة إليهم، ولكن هذه الأمور لن تستمر، ولذلك هم يستغلون هذه المواقف ويستغلون هذه الأمور في هذه الوضعية. إذا تغيرت الأمور حتتغير الأشياء. نعم. الإعلام الليبي حقيقة لم يستغل مطالبات العديد من المؤتمر ومن الحكومة لتونس، وقالها السيد بصراحة عندما قال السيد وزير الخارجية متعنت في أمره مع العلاقات مع ليبيا وعن تسوية الوضع الليبي. في العالم عندما تحدث مشكلة إرهابية أو مشكلة إرهاب يتم التعامل بين الدولتين بعيدا حتى عن قول الشرعية وبعيدا عن هذه حكومة شرعية وغير شرعية، يتم التعاون مع الأطراف
في سبيل حل حالة الموقف ومعالجته، ولكن هذا لم يحدث. طيب عن التعاون بين البلدين، هناك السيد الحبيب بوعجيلة من الجانب التونسي أيضا ينضم إلينا الآن وهو محلل سياسي. سيد بوعجيلة، السؤال لك، لماذا الجانب التونسي أو الحكومة التونسية تحديدا لا تتواصل مع الأطراف الفاعلة في الغرب الليبي من حكومة الإنقاذ والآن هي حكومة الأزمة لحلحلة المشاكل عوضا على احترازات أمنية تدور بالشعبين؟ يعني سياسة، أهلا ومرحبا بكم وبالضيوف لدى المتحدين. مرحبا. الحقيقة الموقف الحكومة التونسية من مجريات الأحداث في ليبيا كان يشهد ارتباك دائم ومستمر، وطبعا وزير الخارجية السيد طيب اللي هو ممثل أو هو منتمي إلى حزب نسوة معروف وأكثرية في مرحلة معينة، يعني طبعا في فترة من الفترات سياسة تونس الخارجية تسلموا لحبيبة الديبلوماسية التونسية طبعها ربما بطابع إيجابي دون أن يقرأ طبعا الواقع الجغرافي وطبيعة العلاقة التي تكون على نفس ربما مستوى أو على نفس مسافة بين كل الأطراف السياسية، وأخذا بعين الاعتبار طبعا حالة التكامل الموجودة بين الشعبين وبين البلدين. ولكن أتصور أن مجمل الأخطاء اللي تم ارتكابها في علاقتنا مع الأشقاء في ليبيا يمكن أن يتم تجاوزها بعد هذا الاتفاق الذي ربما شهدت تونس بين الأطراف. نعم. السياسيين إذا كان تم تفعيله على الأرض. نعم. الآن تونس سيد بوعجيلة استضافت اتفاقا مبدئي بين الأطراف الليبية، هل ترى مثل هذه الخطوات يعني تساعد الجانب التونسي في أن يكون أقرب إلى الجانب الليبي وحلحلة الأمور الأمنية؟ بطبيعة الحال، يعني احنا كلما استقر الوضع في ليبيا واتجه نحو التوافق بين جميع الأطراف وسارت ليبيا يعني في خطى ثابتة في مسارها الثوري وفي مسار انتقالها الديمقراطي، كلما كان ذلك لصالح تونس واستقرار ايضا الوضع في في تونس، لانه في اخر الامر ليبيا هي عمقنا الاستراتيجي ونحن عمقها الاستراتيجي. والتصور انه كل المؤامرات التي حيكت يعني في مواجهه الثوره الليبيه هي نفسها تقريبا بصيغ اخرى تم يعني تدبيرها للثوره التونسيه ولاثار الانتقال الديمقراطي. ربما يعني احنا الاطراف عندنا ليست مسلحه، وبالتالي استطعنا ان نتجاوز ربما المواجهات الثانيه ومحافظ اخرى ربما في ليبيا انه السلاح يعني منتشر بينهم. ولكن على كل حال نحن نعتبر ان كل تقدم في اتجاه الاستقرار وفي اتجاه ان ليبيا يعني تسير بخطى ثابته نحو انتقالها الديمقراطيه. نعم. سيد الحبيب بوعجيلة كنت معنا من تونس، شكرا لك. اعود الى السيد زيد. سيد زيد، كاعلامي تونسي الان لا يخفى على احد كيف يتناول الاعلام التونسي الخاص، ولا نقول كل الخاص، بعد القنوات الإعلامية الفضائية وأيضا المسموعة التي يملكها مجموعة من رجالات الأعمال يتناولون القضية الليبية بطريقة فيها تأجيج، فيها يعني نقول نحن ضرب بين العلاقات الليبية التونسية، عندما يصف الجانب التونسي الليبي مصدر للإرهاب والإرهابيين يأتون من ليبيا وليبيا لا توجد بها دولة وغير ذلك من هذه الأقاويل. برأيك من المستفيد من رأي كل ذلك؟ نعم صحيح، المستفيد بطبيعة الحال هي مثل ما أشرت لك هي الأطراف السياسية
دون أن تحقق استفادة حقيقية وملموسة، ولكن مستفيدة على الأقل نفسيا بنوع من سمحني في الكلمة بين ظفرين، نوع من الشماتة، أنها ترى خصمها ربما الخصم السياسي في تونس اللي هو يرمي إلى علاقات أفضل وأحسن مع العمق الليبي، وكأنها يعني كما يقول المثل التونسي تريد أن تضع العصا في العجلة. أنتم كخصم سياسي تريدون علاقات أفضل مع الجوار الليبي، نحن يعني نعطل هذه العجلة ولا نتركها يعني تدور. فالمشكل مثل ما قلت، المشكل هو مشكل في التمويل. هو الإشكالية لا نتكلم فقط على تأجيج الصراع الليبي، لربما هذه وسائل الإعلام التي نتكلم عليها، هناك يعني استهداف للنشطاء الحقوقيين ودعوات للاعتداء على حريات الشعب التونسي بعدما أن تحصل على الديمقراطية. هل هناك يعني أطراف خارجية تؤجج الصراع وتدعم هذه القنوات؟ للعلم أن هناك مجموعة من القنوات كانت تشرف على الإفلاس، لكن رأيناها بعد مدة تمتلك هذه القنوات شبكات إعلامية وغير ذلك. نعم صحيح، هناك مشكل يعاني منه المشهد التونسي وهو التدخل الأجنبي من خلال المال، إلى جانب الدور الكبير الذي تلعبه بعض السفارات الكبيرة في تونس، هناك أيضا الدور تلعبه اللوبيات من خلال أذرعها المالية، فتؤثر في مثلا وسائل الإعلام كما تؤثر في جمعيات المجتمع المدني، فتضخ أموال كبيرة على بعض الجمعيات من أجل تشويه أو إبراز بعض المساوئ، في حين تغض النظر على بعض المحاسن. يعني ما تراه اليوم يعني عيب في حضرة حكومة معينة، بعد أشهر بعد انتخابات تراه يعني زينة ومحاسن ولا تتحدث عن ذلك. فالمشكل يعني المشكلة هذا المال الأجنبي الذي يتم ضخه. مؤخرا قبل شهرين أو ثلاثة تقريبا، إحدى وثائق ويكيليكس المسربة عن 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 سفارة الولايات المتحدة في السعودية تتحدث عن دور الإمارات ودور السعودية أيضا في ضخ أموال على بعض وسائل الإعلام التونسية، واستضافة إعلاميين وعرض عروض الحج لهم وعروض العمرة وزيارات المملكة تحت غطاء ديني، ولا ندري إن كان ما وراء ذلك الغطاء اتفاقات أخرى أو 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 يعني توجيه. كذلك الوفود اللي تزور بعض البلدان المتوترة مثل بعض الوفود الإعلامية التي زارت سوريا مؤخرا، ولا يدرى إن كانت الزيارة هي لمجرد الاطلاع على الوضع الميداني في سوريا أو هي لتلقي ربما تعليمات مشبوهة. نعم نعم. طيب فقط انضم إلينا السيد راشد خياري، وهو أيضا لا هناك مشكلة انقطع على الاتصال، نحاول أن نعيد الاتصال بالسيد خياري للمشاركة في الموضوع. أرجع إلى السيد الزبير، تكلم السيد زيد عن الإعلام الفاسد إن صح التعبير والأموال المشبوهة، هل توافقه في نفس الرؤية؟ هناك أطراف خارجية داعمة لهذا الإعلام؟ أنا معه في الرؤية وبقوة، وأثق في هذه المعلومات لأنني اطلعت على بعض منها، ولكن حقيقة يجب أن نرجع إلى نقطة أساسية، أن من يقوم الإعلام وحركة الإعلام وسيره لابد للسلطة القضائية أن تتحرك في هذا الاتجاه، ولابد للجماعات الحقوقية أن تبدأ بعملية المطالبة ورفع القضايا. لماذا؟ لا يمكن فصل ليبيا عن تونس، لأن ليبيا وتونس هناك شعب ممتد مع بعضه البعض، وهذه معروفة جغرافيا وتاريخيا من حقبات ماضية، وكما تحدث الشيخ مورو كل هذه مرجوعة لبعضها، حتى في فترة الاستعمار، حتى في فترة بداية ثورة 17 فبراير نعلم أن تونس استقبلت العديد من الليبيين، ولكن هؤلاء يحاولون ضرب الصف. لماذا؟ لحتى لا ترجع ثورات ربيع عربي آخر، ولا ترجع ثورات أخرى في سبيل أن تحقق هذه الثورات أهدافها بوحدة الشعوب. هي تريد أن تضرب وحدة الشعوب، ليس تضرب الحكومات، الحكومات مضروبة وتتعامل وهذا موجود جدا، ولكن كنت أتمنى أن يكون هناك سيل من الناس المثقفين والناضجين الذين يرفعون قضايا ضد هذه التتريكات الخائبة الإعلامية وأن يعملوا على ذلك. ولكن ما يجعلك تتأثر كثيرا أن بعض الليبيين يساهمون في ذلك، هذه حقيقة لابد أن نكون واقعيين فيها. هناك بعض الإعلاميين يشوهون الحقائق عن ليبيا ويخرجون على وسائل إعلام تونسية ويدلون بكلام ليس له أساس، والغريب في الأمر أنهم يضربون وطنيتهم في سبيل تحقيق هذه الأهداف، هذا أمر كارثي. إذا أنت لم تكن وطنيا فهل تجلب من الآخر أن يقدم لك الوطنية في صحن إليك؟ طيب نريد أن نشرك أيضا معنا السيد زهير الجاز، وهو إعلامي تونسي وأيضا مدير قناة الجوهرة. مرحبا السيد زهير.
اهلا وسهلا بك، انا في الحقيقه رئيس تحرير لقناه الجوهره. اهلا وسهلا. مرحبتين سيد زهير. السؤال لك الان بالنسبه للاعلامي التونسي في تناوله للوضع الليبي والاحداث في ليبيا، هل ترى هناك موضوعيه في التناول؟ اعتقد الموضوعيه قد تاتي ربما من خلال تناول الموضوع الليبي او الملف والصراع الليبي الان من مختلف الاطراف، ربما قد تتجاوز الموضوعيه احيانا مكانها بالانتساب الى طرف ما على حساب طرف اخر، وهذا موجود حقيقه في بعض وسائل الاعلام التونسيه، ولكن نحاول قدر الامكان البحث عن جميع الاطراف للوصول الى الموضوعيه، وحتى لا ننتسب او حتى لا نحتسب على طرف على حساب الطرف الثاني. هو أمامي الآن تسريبات وتقارير تتكلم عن بعض وسائل الإعلام في تونس أشرفت على الإفلاس، ولكن في الأزمات الأخيرة تعافت هذه الوسائل، بل أصحابها أصبحوا مالكين لشبكات إعلامية. هل أنت مع يعني الرؤية التي تقول بأن هناك أطراف خارجية تغذي هذا الإعلام لتأجيج الصراع؟ قبل لا أدخل في هذه الاتهامات وأنا لا أمتلك الأدلة الواضحة عن هذه المعلومات، نعم أعلنت بعض المؤسسات الإعلامية ربما إفلاسها، والبعض منها حتى أغلق أبوابه، ولكن أعاد فتح الأبواب بأي أموال بأي تعزيزات مالية هذا لا نعلمه، وليست لدينا الوثائق والأدلة الواضحة عن تمويلات ربما تكون خارجية كما تحدثت وتفضلت سعادتك، ولكن أعتقد أيضا أن هناك حلولا أخرى كانت قد وجدت في فترات معينة، وأنتم تعلم أيضا أن الركود الاقتصادي التونسي ساهم أيضا في ربما إفلاس أو ربما ضعف المالية للمؤسسات الإعلامية، أنتم تعلمون جيدا أن الإعلام التونسي الخاص خاصة يعمل من خلال الإشهار والومضات الإشهارية، وأنتم تعلمون أيضا أن هذه الومضات لا تأتي إلا في ظل اقتصاد منتعش، في ظل اقتصاد ربما يسير نحو النمو، ومن هذا المنطلق مع تحسن الوضع الاقتصادي أحيانا مع وجود بث الأمل بعد الانتخابات الأخيرة ربما قد ساعد وسائل الإعلام. طيب بس سيد زهير، لماذا لا يوجد ميثاق فعلي بين الإعلاميين في تونس يلتزمون به حيال أي قضية سواء خارجية أو داخلية؟ هو في الواقع الميثاق موجود، ولكن الالتزام وتطبيق هذا الميثاق كآليات على أرض الواقع هو ربما قد تفتقد إليه بعض وسائل الإعلام. صراحة اليوم الإعلام التونسي يعاني من غياب هيكل المراقبة وغياب هيكل التسيير. أنتم تعلمون أننا بعد الثورة أسقطنا كل ما قد يكون له علاقة بالتسيير، ولم يعد لدينا لا وزارة مشرفة ولا هيكل موجود، فقط هناك هيئة دستورية هي للمراقبة وللتسيير، وأعتقد أنها تفتقد إلى جميع وسائل المراقبة وتفتقد إلى جميع وسائل الضغط حتى تجعل هذا الإعلام يلتزم بميثاق. نعم، إذا المواثيق موجودة ويعني البنود موجودة لكن تحتاج إلى التزام. السيد زهير شكرا لك، كنت معنا من تونس وأنت رئيس تحرير قناة الجوهرة، شكرا لك. أعود إلى السيد زيد، هناك يعني بعض التصريحات تقول بأن هناك دور إماراتي في تمويل القنوات المضادة لمحاربة ليبيا وتشويه صورتها وتحويلها يعني ليبيا الإرهابية المصدرة للإرهاب، الثورة الفاشلة وخلاف ذلك، لا تخفى على أحد هذه التصريحات من هذه القنوات سواء في تونس أو غير تونس. هل ترى الجانب الإماراتي فعلا تدخل في القنوات التونسية أو بعض القنوات الممولة من الخارج؟ نعم، أشرت لك هناك على الأقل وثائق ويكيليكس على الأقل والتي تكتسب درجة عليا من المصداقية، وهذا أمر يعني معترف به تقريبا كعرف في العالم أن وثائق ويكيليكس ذات مصداقية عالية تحدثت مؤخرا بعد الثورة التونسية عن تلقي شخصيات إعلامية ومؤسسات على تمويلات من السعودية والإمارات، هذا أمر ثابت على الأقل من ناحية الوثائق. الجانب ويكيليكس قرأت خبر في إحدى الصحف التونسية مفاده بأن هناك تمويل من بشار الأسد في سوريا لقناة تونسية لدعم حكومته التي الآن خرج عليها الشعب السوري، هل هذه التسريبات وهذه الأخبار في الصحف
الصحف التونسية التي تشير لبعض القنوات بأنها فعلا تتعامل حتى مع الجوانب المعادية للجانب التونسي وللحكومة التونسية، هل فعلا مثل هذه الأشياء موجودة؟ صحيح، هناك وفود يعني من إعلاميين مرموقين، منهم من الآن يشغل خطة رئيس تحرير في إذاعات أو في وسائل إعلام مرموقة، تنقلوا في شكل وفود إلى سوريا في أكثر من مناسبة، وبعد تلك يعني التنقلات والزيارات للنظام السوري الفاقد للشرعية حسب الدولة التونسية والحكومة التونسية، تلك الوفود لما عادت ظهرت يعني بوادر الانتعاش على تلك المؤسسات التي تحدثت عنها، كما ظهرت مؤسسات أخرى يمتلكها ويديرها أفراد من الوفود التي ذهبت إلى بشار الأسد. طيب هنا أين المحاسبة؟ هو قال السيد الحريزي الذي كان معنا تكلم عن هناك مواثيق، هناك بنود، لكن لا يلتزم بها أحد، من يحاسب هنا؟ المشكل هناك التداخل في ظل ديمقراطية ناشئة، هناك تداخل بين السياسي والقضائي والأمني أحيانا، فهناك يعني عدم تحميل المسؤولية لبعض الأشخاص أو بعض الجهات إذا كانت امتداد لجهات سياسية متنفذة فلا تتم مؤاخذتها ويتم غض الطرف عليها، في حين تتم مؤاخذة ربما أشخاص آخرين أو أطراف أخرى تتبع. طيب لربما على المحاسبة أنتقل إلى السيد الزبير. سيد الزبير عندما يلام الجانب التونسي والإعلام التونسي والقنوات الفضائية التونسية الخاصة لبعض رجالات الأعمال، هناك من يقول لك ولكن الإعلاميين الليبيين الذين نراهم يتصدرون المشهد ويخرجون على هذه القنوات كما أسلفت أنت سابقا، هم أيضا من يؤججون الصراع، لماذا لا يحاسبون هم ابتداء قبل غيرهم؟ وحقيقة الميثاق الإعلامي يتجه إلى عدم التحريض على القتل ولعدم تأجيج المواقف، إذا نحن اتجهنا لهذه النقطة سنعمل على إطفاء العديد من الحرائق، ولكن المشكلة هي بعد ثورات الربيع العربي أصبح الإعلام سلطة حقيقية موجودة، كنا ننتظر أنها تطلع سلطة للوضع الأفضل ولإظهار الفساد ولإظهار المشاكل التي كانت السلطة تعمل على عدم إظهارها، أصبحنا نرى أن هذا الإعلام ينساق إلى أمور أخرى بدعوى عدم وجود رقيب، والرقيب هذا يعمل على عدم إظهار الحقائق. استغل الأطراف التي هي تريد تأجيج المواقف وخاصة منها رجال المال، رجال الأعمال اللي هو المال الفاسد الآن، هو استغل هذه المواقف وأصبح يبحث عن مصالحه، مصالحه يدفع بها عن طريق إعلاميين، هؤلاء الإعلاميين هم أدوات وليس إعلاميين، يعني أدوات. بعض المراقبين علقوا على الإعلام سواء في ليبيا أو تونس، في كل الأوضاع كان الإعلام أبان الحكم سواء السابق أو الحكم الشمولي في ليبيا أو تونس يخدم الجهة الحاكمة، لكن الآن أصبحت وسائل الإعلام جلها تخدم دول وتخدم أحزاب وجماعات، هل توافق هذه الرؤية؟ أنا أتوافق معها، بدليل لم يتم في العالم كله الآن، في العالم وخاصة في الدول الأوروبية يبحث عن مصدر التمويل، نعم، ويعالج التمويل حتى بقضايا الضرائب، ولذلك يتم تتبع حتى الحسابات، نعم. الآن في دول الربيع العربي ولا في الدول العربية لا يتم ذلك، أصبح التمويل الآن هو الذي يربك الموقف، وأقول نعم. لك والقضية الخطيرة جدا نعم. أن الإعلام أصبح هو السلطة القوية جدا، أقوى حتى من السلاح، نعم نعم، وهو ما يربك المواقف في الدول العربية. نحن الآن حتى التشويه الذي يحدث، طيب على التشويه هذا ربما يحتاج إلى ساعات وإلى كلام مطول، ولكن الوقت للأسف انتهى، أريد فقط أن أختم بكلمة مع السيد زيد. سيد زيد، الآن الاتفاق الذي عقد في ليبيا والجانب التونسي تبناه في يعني أقل من دقيقة، أريد منك هل الآن سوف نرى وجهة نظر جديدة للجانب التونسي في حيال القضية الليبية؟ بطبيعة الحال نتمنى أن يترجم هذا الاتفاق إلى أمر واقع ليس فقط ليبيا ولكن أيضا على المستوى الدبلوماسي التونسي، والموقف الرسمي للخارجية التونسية أن تترجم مساندتها أو مساندة حكومتها لهذا الاتفاق، تترجمه إلى مزيد من التنسيق مع الأخوة في ليبيا وإرجاع العلاقات إلى الوضع الطبيعي كما يفترض. نعم. الصحفي ماهر زيد شكرا لك، وعذرني لأن الوقت انتهى، الصحفي كنت معنا هنا في الاستوديو جئتنا من تونس، شكرا لك الصحفي ماهر، وأيضا شكرا للصحفي عصام الزبير، وشكرا لكل من شارك معنا من ضيوفنا عبر الهاتف، وأيضا تقبلوا مني وفريق العمل أطيب التحايا، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. رضي حضرتك. Mm-hmm.